بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نستصحب القاعدة العامة من الحديث النبوي في كل حلقة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قرر أنه من أعطي حظه من الرفق أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق حرم حظه من الخير. رفقا بماضيك، كل إنسان له ماضي، ماضي إما جميل أو ماضي سيء نتيجة تجارب معينة، نتيجة واقع معين، أو واقع أو ماضي مليء بالمزج ما بين الذكريات الجميلة ما بين الذكريات السيئة ما بين المتاعب ما بين ذكريات سيئة أصبحت فيما بعد جميلة، أصبحت فيما بعد جميلة باعتبار الفائدة، باعتبار النضج، باعتبار الفكر، باعتبار التطوير، باعتبار الخبرة اللي خذاها هذا الإنسان نتيجة هذه الوقائع وهذه المعاملات وهذه يعني الذكريات. الإنسان لا ينبغي أن يكون أسير تلك الحقبة، بمعنى إذا كان الإنسان قد مر بتجارب جميلة، قد مر بذكريات لطيفة، بذكريات كل ما تذكرها استطعمها، في هذه اللحظة ينبغي الإنسان أن يستصحبها معه في كل آن وكل حين حتى تعطيه الطاقة التي تجدد فيه العطاء، تجدد فيه البذل، تجدد فيه تجدد طاقته في مواجهة هذه الحياة ومواجهة هذه التطورات. أما إذا كانت التجارب تجارب أليمة، تجارب كل ما تذكرها الإنسان كل ما حزم، هذه لا ينبغي للإنسان أن يكون حبيسها وأن تكون الحاجز الصاد عن السير في هذه الحياة. إذا كنت تبي تستذكرها وتتألم نوعا ما لترجع إلى الله عز وجل ليكون معين لك على أن تبذل العمل الحسن، العمل الذي يكفر هذا الماضي، العمل اللي ودك أن يكون فيما بعد هو الماضي اللي تذكره العمل الحسن، فهذا أقول لك ما يخالف تذكره ليكون دافع. أما أنك تذكره وانت قاعد ولا تبذل، بل يكون هذا الأمر داعي لأنك انت تجلس وتكون أسير هذه الذكريات، هذا ما لا ينبغي للإنسان أن يكون. الماضي شيء حصل وراح، أما الأمر الحسن، أما الأمر الجيد، أما الأمر هذا اللي ممكن تتأخذه معك في كل لحظة. الأمر الماضي مضى ولن يعود، مجرد أنك تتفكر فيه، وكما قال أحدهم باختصار: الذاكرة وعاء مثقوب على القلب، كلما نزفت غرق القلب. أنت شنو تبي؟ هل تبي أنت تكون فقط حياتك مليئة بالحزن والكآبة باستصحابك لهذا الماضي السيء، أم تريد أن تصنع حاضرا جميلا ورائعا وماتعا ليكون هو الماضي اللي تذكره فيما بعد، الماضي اللي تحب تذكره؟ قد فيما بعد في سنوات قادمة يكون ماضيك عبارة عن حقبة جميلة وحقبة أخرى سيئة استفدت منها وانطلقت منها ووصلت إلى القمم، ووصلت إلى النجومية، ووصلت إلى السماء، وأخذت أنت اليوم أصبحت هذه الذكريات السيئة جميلة، جميلة ليس بذاتها، جميلة بما آلت إليه، جميلة بما دفعتك من عطاء، جميلة باللي خلتك تقوم وترتب أمورك وتلمم شتاتك وتجمع قواك لتنطلق مرة أخرى في هذه الحياة. هذا الأمر هو اللي يبيه الله عز وجل منك. الله عز وجل لا يريد منك أن تكون حبيس هذه الأحزان وحبيس هذه الظروف. رب العالمين يدعوك في كل يوم إلى التجدد، علمك أعظم دعاء: اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، الدعاء العظيم اللي الله عز وجل علمنا إياه في كل صلاة، يدعو الإنسان في كل صلاة، يدخل هذه الصلاة ويكون بين يدي رب العالمين ويعلم الله عز وجل المقدمات، يقول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ثم يقر العبد بعبوديته لله وحاجته للاستعانة بالله عز وجل: إياك نعبد إياك نستعين، ليعلن لله عز وجل: أني يا رب أنتظر منك الإعانة، زدني بالقوة، زودني
باللي أنا أحتاجه في مواجهة هذه الحياة. يا رب مني الذل، مني الافتقار، مني الإقرار بعبوديتي لك، أنا بحاجتك يا رب. فيعلمه الله عز وجل فيما بعد: اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم هو إعلان عن أن الإنسان يتجدد في كل يوم. اهدنا الصراط المستقيم توازي السعي نحو الكمال. اهدنا الصراط المستقيم إعلان من ورغبة من العبد بأن كل يوم يسعى نحو الكمال، كل يوم يحاول أن يضيف لنفسه عطاء. اليوم أنا أبي أسوي الأمر الفلاني، أنا ما كنت متعود مثلا أطعم الطعام على سبيل المثال، أنا من الغد سأبدأ بحول الله عز وجل وقوته أن أطعم كل يوم مسكين، أعطي نص دينار أيا كان، لا تحقرن من المعروف شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله ولو بشق تمرة، حتى تصدق بشق تمرة. هذه الشق التمرة هذه ينميها الله عز وجل لك يوم القيامة. المهم أن الإنسان يتعود. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. مكمن التوفيق يكون في الاستمرارية. أنا من اليوم أضيف هذه الأمر، أطعم الطعام. أو أنا اليوم مثلا أنا متعود مثلا سريع الغضب على سبيل المثال، أنا أحاول من الغد أو من اليوم أني أكبح جماح هذه النفس وأجمح هذا الغضب أكفه. وأتذكر وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن إذا أنا كنت فعلا شديد وكنت فعلا أنا قوي، أتمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. أضيف هذه الفضيلة، أكف عن سيئة أو أي أمر سلبي وأضيف لي أمر إيجابي أو أي حسنة. هذا هو التجدد، هذا هو السعي نحو الكمال. طيب لو كان الإنسان حبيس الماضي، وأنا خلاص أنا كل يوم أعصب، وأصلا مرة عصبت وصارت المشكلة الفلانية، أو أنا عصبت وصار لي الحدث الفلاني، أو ضربت لي رجل، أو ضربت لي طفل، أيا كان، وكان الإنسان حبيس هذا الماضي وحبيس هذه الذكريات السيئة، طيب شنو النتيجة؟ سيتم حبيس هذه الذكريات السيئة، بل ربما يزداد سوء إلى سوء. لكن إذا أوقف الإنسان نفسه عند حدها وقرر أن يتغير، وقرر أن يتجدد، وقرر أن يكون هذا الماضي دافع له لتغير هذا الماضي، بحيث أنه يصنع له ماضي جديد، ويكون هذا الأمر دافع له، بإذن الله عز وجل سيكون هو الماضي اللي أثر له تأثير إيجابي، ليس بالتأثير السلبي الذي أبقاه على ما هو عليه من سوء. بالتالي اهدنا الصراط المستقيم هو إعلان بالسعي نحو الكمال، بالرغبة في التغيير، بالرغبة في أن لا يكون الإنسان يعني حبيس هذا الماضي، رفقا بهذا الماضي من خلال تغييرك له، رفقا بهذا الماضي أن لا تقسو على نفسك. أنت في كل حقبة تحتاج إلى ظروف معينة، أنت في كل حقبة كما قال كل يوم هو في شأن. الإنسان يحتاج في كل يوم أو في كل حقبة أن يكون هو أنت. الله عز وجل أحيانا تحتاج في هذه الحقبة، وهو أعلم سبحانه بمقاديرك، تحتاج إلى القوة، فيعطيك من الظروف، يعطيك من الظروف ما أن يسقلك، ما أن يجعلك قويا، حتى إذا حصل الأمر المعين الفلاني كنت صامدا أمامه، كنت قويا، كنت أنت من يثبت غيرك، كنت أنت الرجل الذي يحتكم إليه الناس، الذي يرجع إليه الناس ويصبرهم ويقول لهم الحكيم المرشد الناصح الأمين. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. من أهم النعم اللي الله عز وجل أعطاها للإنسان النسيان. النسيان نعمة عظيمة، وإذا كان الإنسان يحاول أن لا ينسى فهو يعني يجرم بحق نفسه. النسيان نعمة. انسى اليوم الأشياء الصغيرة لتنسى غدا الأشياء الكبيرة. انسى اليوم نصف جملة لتنسى غدا الجملة كاملة. انسى اليوم الكلمة العاتبة، غدا ستواجهه كلمات جارحة. حاول أن تنسى من الآن، جدد الطاقة وجدد العزيمة نحو السعي وراء شيء من النسيان. النسيان نعمة، النسيان راحة. إذا كان الإنسان حبيس الذكريات المليئة القلب ما يتحمل، ممكن يقف بأي وقت، ممكن الإنسان لا سمح الله يتعرض إلى جلطة، ممكن الإنسان يتعرض لا سمح الله إلى شلل. النسيان نعمة. أبونا آدم في الجنة نسى، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. النسيان نعمة، نحن لسنا أفضل من أبينا آدم. النسيان نعمة ونحن لسنا
أفضل من أبينا آدم عليه السلام. لكن إذا كان الإنسان في تجارب سيئة يقول كما قال آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. الله عز وجل يبي منك هذا الأمر، يبي منك أن تنسى وأن تتذكر أن لك ربا غفورا رحيما. رب ينادي في كل ليلة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لا تقنطوا من رحمة الله، أنت تتعامل مع الرب الغفور الرحيم الكريم. إن الله يغفر الذنوب جميعا. رب العالمين ما هو بس يغفر، لا لا لا، الموضوع أكبر من ذلك. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وكل ما تذكرت ذكرى سيئة ادفعها بذكرى حسنة أو بعمل حسن. إن الحسنات يذهبن السيئات، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وتذكر هذه المحاسن، وتذكر أن حتى هذا الألم نوعا ما اللي يصيبك نتيجة تذكر ماضي سيء أنت مأجور عليه. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، هم تذكروا. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. انسى الماضي، انسى هذا الماضي الذي يجعلك حزينا كئيبا، لا يريدك الله عز وجل بهذه الصورة، بل هذا الأمر جعله الله عز وجل عقاب. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا ما هو أصل لكل إنسان، ما هو أصل للإنسان. أما الأصل فإن الإنسان يكون سعيد، وإذا تذكر أمرا يحزنه فإنه يجعله دافعا له لصناعة ماضي جديد، ماضي كلما يتذكره الإنسان يفرح. أنت اليوم الحاضر هو عبارة عن صناعة ماضي جديد في المستقبل. أنت بعد 5 سنوات، 3 سنوات، 4 سنوات، حدد الزمن اللي تبي. اللحظة اللي أنت عايشها الآن ستكون ماضي، شلون تبي تتذكرها؟ اصنع الماضي الذي تريده، بل أنا أقول اصنع حتى السيرة اللي أنت تبيها. باكر اللي أنت قعدت واستعرضت الحياة الكاملة وشفت أن حياتك بدأت بهذه الصورة، أنت تفخر بنفسك، تفخر بأن في يوم من الأيام كانت الظروف ما تسمح، كانت الظروف أقسى مما نظن، وأنك أنت في يوم من الأيام قررت أن تتغلب على هذه الظروف، قررت أن تنسى الماضي، قررت أن تجعل من الماضي عبرة ودافع لصناعة حاضر مليء بالإنجازات، حاضر يفخر به يفخر به غيرك، أخوك، ولدك، أهلك، أحبابك، أيا كان، يفخر بأن عرف إنسان مثلك غير من الماضي وصنع حاضر جديد وصنع ماضي جديد تذكره فيما بعد. النسيان نعمة. أختم هذه الحلقة بقول أحدهم اللي بدأنا فيه: الذاكرة وعاء مثقوب على القلب، كلما نزفت غرق القلب.